في حلقة الليلة من ديلاما، مأساة الاختلاف في مجتمع النمط الواحد. لماذا حصر الأقزام في الأعمال الساخرة فقط؟ كيف فسحت هوليوود المجال أمام الأقزام في أعمالها السينمائية؟ وضعوا في خانة التهريج ليس بسبب اختلافهم، بل لأنهم في مجتمع النمط الواحد. صنفوا من الأشخاص ذوي الإعاقة، رغم أن الإعاقة الوحيدة هي في عقول ونظرة من حولهم. رسمت لهم صور ساخرة في السيرك، الأعمال الكوميدية، وصور يرتدون فيها ملابس الأطفال، رغم أن المقاس ولم يكن في الأساس معياراً على صغر أو نضج العقول. القزامة والأقزام قصص وحيرة نسردها اليوم في ديلاما. أهلا بكم. مرحبتين بكم في حلقة جديدة من ديلاما. موضوعنا اليوم دائما في ديلاما نختار في زوايا مختلفة وزوايا جديدة من كل المواضيع. زي ما حكينا قبل شوية، موضوعنا اليوم نحكو عن القزام بشكل عام، أو ما يسمى في مجتمعاتنا بالأقزام، رغم أن البعض لا يتفق على هذا المسمى، لكن مضطرين نستخدم هذا المسمى بما أنه متعارف عند الناس وخاصة مؤخرا. خلونا نرحبوا في الاستوديو بسالم الشلوي، أكيد ممثل ومخرج معروف في ليبيا. مساء الخير استاذ سالم. اهلا وسهلا بك محمد، ونستكم وسعيد انني دعوتكم لي في الحلقه، ونكون من الناس الحديثه الجديده في البرنامج الجديد لكم، وان شاء الله نكون وجه خير على البرنامج يا رب. والله انا بصراحه لي الشرف وجودك معي اليوم كممثل، وايضا كحاب انك تخوض معي في قضيه اليوم. تسلم حبيبي، تسلم محمد، تسلم خويا. الله يخليك. طبعا احنا في كل حلقه لازم نحضر قصه انا وضيفي، قصه وبعد القصه نبدا مشوار حلقتنا. تمام، توكلوا على الله. يلا نتابع قصه اليوم من ديلاما. اسمي سامي رمضان فتاح العمامي، عمري 35 سنة، وميتي الطريزة خياطة. تمام. وأختك شو اسمها؟ سناء رمضان فتاح عبد السلام العمامي، 34 سنة. شنو هوايات رمضان؟ هوايتنا في لعب الطريز، تعلمنا أكثر في 2007. علمتنا أن أول خجينة 98، أو أول دورة علمتنا نوارة، علمتنا الطريق مش خيار. هذه أول مش اللي علمها، هذه أول ما أول نجون 2007 هذه علمونا. في الأخرى لا في اللي بيد بليبرة، خيطنا بليبرة. ما دي 2007 علمتنا نوارة، خدتنا خبرية هذا ما دي علمناه، ما دي خلاص خديناش أقل حتى أسبوع سكناش علمنا مزبوطة. الأول عطونا خي قرية، أنا عندي صعب ما أثبتش، وهذه تبي أخي قرية أنا بيدي لا وما قرأش؟ لا أنا ما قريناش بك. تمام باهي كويس توا. تمام، يعني أنت لما جيت بدأت علمت الخياطة كنت أنا صعبة والله؟ الأول صعبة شوي. قعدت كم فترة كنت بس؟ قعدنا شهر نص، ما دخل خلاص خدينا عليه. يعني في زباين يشتروا منا طلبيات. تمام، يعني تخيطن وتبيع للزبائن. ايوه. وعندكم زبائن؟ عندنا. تمام، شنو تخيطن بالضبط؟ يعني
شنو الشغل اللي كان فيه بالضبط؟ هذه بفرش تصالون. تمام. تصالون تلقي عليه بفرش. تو عندنا حتى المعرض. معرض نديروا فيه. تمام، كم معرض عندك؟ تو عندنا معرض شهر 11. شهر 11، لا من قبل انت كم معرض؟ عندنا. كم معرض؟ معرض بشتيت طغى هني ياو. طبعا حقنا هنا تو يكلموا فينا عشان شغلنا. تمام ان شاء الله. وتستعد للمعرض الجديد انت ان شاء الله؟ باهي. تمام خلاص سويته ما شاء الله، يعني ديرهم في شغل كويس وتتعب من جنب الحوش لعند المركز هنا بالضبط. اكيد بس نضت ناس. يبحثوا من بعدين تنزل بسيارة ترقي من سيارة تمشي يبحثوا فيك ولا يقولك سخف الله سخف الله يقولك دبي بعد خطبة تحتيك هذه هي. يعني ديما المواقف هذه يصير لك؟ ديما عند خويا يركب عليهم يقول كانكم في حاجة كيا ما نقول لهم متعدرش عليهم خلق الله مش العابد أنا خلق تمام. وانت تضايق أنا كده بعد ما اكيد شو تشعري بعد ما حد يقول لك كلمه قولي قولي شو ناقصني علاش بحثوا في النظره هذه كلها وخاطمي كذا بحثوا فيك من لط عند فوق وتمشي ماشي عند خشي وايد خشي وتطلعي وترقي السياره تنزلي هذه بيكن باش ايش تبي تقول مثلا الناس ابو يعني انت انا اتمنى ما يتقوا الله بس يشوفوا روحهم قبل يشوفوا المعاقين هذه اللي اتمنى. تمام يعني انا والله نشوف فيك ما شاء الله يعني تدير في الشغل مش اي حد يدير اكيد بجديات يعني لا حاجه عليه انا عشان طقوها لك لو تصاح نديروا فيك الحاجه الهالي يساعدوا الهالي يساعدوا اكيد خاصه امي واختي الجيران مثلا عندك كان تواصل اجتماعي يعني تمشي للجيران يوم ما يكلموا فينا احنا نمشوش في ماشي لك عندنا في ماشي لكن ناس معينة معينة بس شي قام نحكي كان مثلا تمشي لأي مكان أخرى لا والله يقولون يا تعالى وش فيها ضاي ونحن من في شوية صعوبة في نظرة الناس فيها شوية تمام يعني تو حتى تعدي السوق الله ضاي يبحثوا فيك مستشفى يبحثوا فيك من طاي تفتق نزبتي تفمي شوي في وحدين يبحثوا وحدين لا لا مشكلة وحدي يخاف من ربه وحدي لا تو حتى تطلع هكايا يقولك هذيك تموي ماشية يبحثوا فيه عند وين توصلي عند ضاي حتى السوق سو تو نقشت طعواج في السيارة يجيبون أي حاجة في السيارة قليلا ننزلوا صاحباتي نفس عقدتنا حتى أنا في كراريس نفسيتني متريحت معاهن في حتى الاخرات يعني صحات حتى ما شاء الله عليهم معاملتهم ما شاء الله لكن انا نحكي انا اضرب برا مش في العمل في العمل ما شاء الله عليه لكن برا صعبه شوي باش بدينا تو خلينا في الجانب الايجابي خاطر يصح صوتك تمام بهن ما كان حاجة تقدرش تحكي لي يعني موقف يعني صار وزعلك موقف اوكي مثلا مشيت مكان يعني صار وزعلك الموقف هذا في السوق يمكن انا خلاص حكينا سنه مشتاش بالبغى عمليتك انا مره درت عمليه على المراره فواحدة هزت علي مسكه كيف مسكه اشكار حتى في الطلعه مع عملينا وقالت كلمه يعني ما نقدرش نقولها يعني باتي عند تو وجعت معي والدك؟ معي والدي تمام ندير على عملية أنا وطلعت وشنو الكلمة قالتك؟ كلمة ما نقدرش صعبة شوي قولي أبش على الأقل توصل للناس ما فيها شيء ما هي صعبة ما نقدرش يعني على قصد علي أنا مش على باتي لا أهلي علي لا أنا ندير عملية وطالعة طالعة من المستشفى أنا لكن هي مش محترمتني قول لها تعرفها ولا مدري عنها قالت كلمة قالت لي كلمة صدقيني تدرش بريان
كلها خلاص. هذه جريئة بس عادية عادية. ما تستاهلش الحياة هذه والله. ما نقدر والله. يعني أثرت فيك واش؟ أكيد. باهي من خلال اللقاء هذا كلمة لو وصل لها رسالة أكيد حتشوف اللقاء أنا متأكد. نقول حسبي الله ونعم الوكيل. اللي هذا على المعاقين حسبي الله ونعم الوكيل. هذه من الناس. يعني القصة اللي كانت شفناها قبل شوية مليئة بالمشاعر والقوة. أيضاً شفناها في الفيديو. طبعاً طبياً وعلمياً يختلف موضوع القزامة من شخص إلى آخر. إحنا مش هنوصل لهم لا طبياً ولا علمياً. إحنا نحكوا من الناحية الاجتماعية لنظرة المجتمع لهم جميعاً. هي نفس النظرة وهي اللي حابين نغوصوا فيها اليوم. لا دخلونا نرحبوا مرة تانية بضيف المميز أكيد الممثل والمخرج سالم الشلوي. مرحبتين بك مرة تانية. مرحبتين بك أكثر بيحفظك حمادة. طبعاً شفنا القصة قبل شوي نبي منك تعليق بصراحة. مش ناقصها شيء مبدعاتها فنانات في تطريز فنانة في ذوقها في موصلة لشيء ما وصلتهاش إنسانة كاملة لكن تأثيرها في المجتمع نفسه هي متأثرين من المجتمع نفسه هي فرود شيء هو يتنحى من عقولهم لأن الشيء هذا فرود مش عروش به الشيء هو لأن شيء إلهي شيء ربي مش شيء عبد هذا النابض هذا شيء ربي والحمد لله أن هذا من عند ربي شيء خلق لشيء لهدف شوف قوة إيمانك وشوف قوة صبرك وشوف قوة هذه في خلق الله للإنسان ونحمد ربي أن الشيء هو خالقني هيك يعني هذا شيء ونفتخر به الشيء هو نعتز به أنني هيك يعني نعتز بنفسي أنني قصير شيء أعطاهولي ربي أن نشوف فيه جميل شيء جميل طيب سالم طبعا مرات بنقول لك عادل لان الشباب والعيله يقولوا لك عادل صح مرات بنقول لك سالم ومرات تعالى حتى في الوسط الفني الاغلب يقولوا لك عادل صح عادل طيب عادل يعني نرجع شويه لزمان ايام الطفوله ايامات ما عندكش النضج هو اللي قاعد تحكي بيه ايامات انت كنت طفل زي الطفل اخر ممكن عاطفته شويه تنجرح بسرعه فكيف كانت البدايه في ليبيا في ايام الطفوله يعني يعني شوفها مع العائلة عادية شوفها تربيت مع العائلة دلوعة مع الوالدة الله يرحمها الله يرحمها وامي دلعيني الحق عايش معهم بساطة جو تمام عطيني حريتي في كل شيء حاببين الناس اللي يحبوا الناس اللي قريب علي ديما يحبوهم ديما معي واخد طالع حر هكي ما نعدلش على شيء حتى من الألفاظ اللي نسمعها في الشارع نقبل فيها عادية نقابلها إنه شيء يعني شيء ربي اللي بيسخر بخلق الله هذا سخر من خلق الله مش سخر مني يعني إنسان عارف روحي اللي بنديره مع ربي ما بنديره مع العبد هو كان سخر من خلق الله طيب في ليبيا في هلبع عندي يعني أصحاب وحتى أصحاب من نفس الفئة يعني يقولوا إنه مش بس المجتمع والشارع أيضا مرات المدرسات والأساتذة شوية في عندهم لقطة بين قوسين كوميدية تجاه صح 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 يعني هذه مرات بها المرحلة هي مرات بها في الدراسة مرات بها في الشارع مرات بها في الخدمة مرات بها لكن أنت ونفسك أنت وأنت كيف تفرض نفسك للمجتمع وتفرض نفسك لهالناس هي أنت 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 نحي الشيء خلي دائما ربي قدامك وخلي قدامك الهدف متاعك أنت اللي بتوصل له الهدف متاعك ما تخليش شيء يركب عليك ماشي حريتي ماشي مية مية نشوفها حتى لو سمعتها من هنا نقبلها ونرد عليه في رد مش استفزاز لكن رد علمي حاجة علمية رد عليه نقنعه هو إنه هو ماشي في خطأ فيه جميل جدا في العديد من التقارير الطبية والتقارير العلمية عبر السوشيال ميديا يعني قريتهم في تحضير الحلقة عالميا يقول لك إن أغلب اللي عندهم القزامة يعني ما يكملوش دراستهم بسبب التنمر اللي يصير لهم من في المدارس أنت كملت دراستك وبكالوريوس في الإعلام فشين المختلف اللي كان عندك أو شين اللي ضافوه لك أهلك باش وصلت لهذه المرحلة تشجيعهم ليا وأني حاط هدف لنفسي نوصل
نوصل كاين لاي انسان كامل. الكمال لله هو الكمال لله. وانا عمري ما ننظر لها للشيء هو اعاقه، لان الاعاقه في العقل مش في الشكل. الاعاقه في العقل مش صح. في الشكل الانسان لازم يمشي للهدف نتاعه. انا مشيت بالهدف نتاعي وكملت دراستي ولا غالب العمر ما خسمحناش نكملوا دراساتنا الماجستير. لا ما زال العمر طويل لا مانعين احنا في تعليمنا العمر العامل السن انك انت تكمل خلاص فهمت المرحله نتاعنا. والحمد لله مشيت على ربي ودرت بيت وحياه جديده وطلعت والحمد لله. ربي يحفظهم لك. طبعا انت متزوج وعندك بنيه صح؟ عندي بنيه الحمد لله بيحفظها. ربي يحفظها لك. معناها نبي نوقف عند النقطه هذه. يعني في ليبيا قبل الزواج هل واجهت صعوبه في التقدم لوحده انت تبيها مثلا او تحبها بالليبي احنا نقوله؟ الابتسامه وراها قصه. اوكي سؤال جميل تمام. طيب انا عايش قصه جميله هلبا مع انسانه حق هذه مباشره حيسمعها العالم كله المفروض ما تنقالش لانه في بدون اسماء عاليه بدون اسماء يعني. لكن انسانه من علاقتي بها انسانه جميله وانسانه متعلمه وانسانه متقبه وعلاقه رفضتني امها وابوها لي الشيء والي وهي اللي توصل من عشقها لي تبيني انسانه تبيني تحترم فيا وعلاقه ود صح. لكن سبب ان امها الله يسامحها وابوها الله يسامحهم رفضوا الشيء والي. وهي كانت يعني تبي يعني استمرار في العلاقه والزواج استمرار العلاقه والزواج. كانت اكيد مرحله صعبه انك تتقبل ان المجتمع ما زال يرفض بنبوش نقول له اختلاف ولكن المجتمع النمط الواحد احنا نقوله لما ما يحبوش يكون في شخص مختلف في العيله. يعني هل مريت بمرحله صعبه هذاك الوقت؟ لا يعني مشكله كانت علاقه وانسانه يعني نشوف فيها انسانه كانت انسانه حقيقيه انسانه تعرف ربي انسانه شافت فيه اشياء ما شفتهاش في انسان تاني كامل. هذا السبب اللي خلاني اني شد بها مرضى. لكن الله يسامح والديها الله يسامحهم. مش مشكله انت عشت حياه جديده والحمد لله الحمد لله الحمد لله. جميل جدا. اللي حكيته معك تحت الهواء بنتذكر بانك خشيت للجيش. خشيت للجيش. فكيف القصه؟ احنا نعرفوا انه صعب احيانا حتى الموافقه لدخول الجيش صح؟ التحقت بالجيش غريبة قصة غريبة. أيه. رفع معي واسطة كانت رفع معي زوز وقضاء أصدقائي رفعهم واسطة معي. وصلت غادي خشيت لي اللجنة بعد اللجنة قالوا لي أنت لايق لأن المعايير اللي نازلين في البنود اللي في الجيش أنت فيها لايق. أيه. وصلت لرئيس المعسكر قلت له باي أيه. كيف عم سريع نلتحق نقعد انه فش قال لي لا انتظر وقعد طيب قهوه وشاهي. ايه حرج انا جيت قلت له كيف يعني كان نعرف روحي بنوصل اني هي مش عيب الخدمه ان القهوه تجي ولا هذه خدمه مش عيب. لكن انا وصلت اني ندرس قرايه نوصل لدراستي اني نوصل نطيب لك قهوه وشاهي هذه مستحيل بس يقول اني وصلت. قال لي يا تقعد في المقهى يا بنلغوا لك الكشف نتاعك وبتعاود واني وقت انا مستحق لازم نبي بطاقه لنا باش نكمل نتعين نخش تعين تكمل الجيش وتكمل التعين وقت طلب من احنا هذا قعدت سنه نلتحق نجي موجود في المعسكر. بعد تمت الفتره جاي ناخذ بطاقه لنها تغير عقيد المعسكر سألني لقاني يعني خاش قال لي راه يا ابني مازال الكشف هذا. قلت له لا انا جاي ناخذ بطاقه الانهاء. ايه كيف؟ قال لي قلت له جاي ناخذ بطاقه الانهاء انا قضيت سنه هنا معكم ونبي ناخذ بطاقه الانهاء. خش دبع لنا كيف باهي اللي ما حضرش المهدي العربي باهي ما نسمع فيهم بيهدروا باهي. ايه قال لي اعطاني ورقه وبعثني لعقيد صديقي هو الله يرحمه من مدينه زنتان احمد الرماح. مشيت له في غربور اعطاني ورقه لانها غير لائق
بعد سنة من الجيش. من الجيش. بس كانت تجربة حلوة صح؟ تجربة جميلة حياتنا. حلو كويس. قبل ما ناخده فاصل ونخشه في مشوار جديد اللي هو الفن والتمثيل، وأيضا هو في جوانب جدا مهمة يعني في في فئتكم بشكل عام، يعني غالبا ما يصنف اللي عندهم القزامة أو الأقزام إحنا نقول لهم، وأنا آسف على المصطلح لأن هذا المتداول إحنا متداول حاليا في الشارع موجود هذه بالضبط، حتى في التقارير يعني على السوشيال ميديا غالبا ما يستخدموا هذا المصطلح لأن متعارف عليه بالدرجة الليبية دريا. فيعني تصنفوا كأشخاص ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة، كون عندكم احتياجات وأن البيئة اللي محيطة بكم غير مساعدة لحياتكم العامة. بس أنت تحت الهواء قلت لي أنا ضد هذا التصنيف. ضد سؤالك يعني ليش ضد تصنيف أن تكونوا من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ أنا نشوف روحي مش معاق، لأن أنا نشوف روحي مدام إنسان، نشوف روحي كامل عقليا كامل تفكيري سامر، خاف ربي إنسان، وصلت لأني نكمل دراستي، وصلت لأني نقدم رسالة في الوصف في الفن، رسالة للمجتمع. شو ناقصني يعني أني نكون معاق؟ يعني نشوف المعاق مش المجنون المريض نفسي ولا المجنون، الإعاق في خوفه في عصيانه لربي وفي عصيانه للشكل للشيء هذا، ولا السخرية من الإنسان عادي أو الإنسان عادي، هذا المعاق. هذا المعاق في عقله مش معاق في إنه جسم، هذا جسم سيء يا ربي أعطونا صح. هو الإنسان مرات في سبحان الله وبحمده في حربة ونقطعوا رجليه صح، معاق في إيديه في اللي نعميه في إعاقة، لكن وين إنك أنت كيف تنضج تكون الإعاقة متاعك وتطورها وتخلق من نفسك إنسان في المجتمع، في علمك في أدبك في علاقاتك في في نجاحك في شغلك. شغلك هذه مظبوط. وأنا حنكلم على شغلك ونجاحك في التمثيل وأيضا الصعاب اللي واجهتها في هذا المجال، لكن خلونا نأخذ فاصل قصير من ديلاما وبعدها نرجع نحكي أكثر حول هذا الموضوع. أهلا بكم مرة جديدة في ديلاما، ما زلنا في موضوع اليوم وهو زي ما قلنا القزامة أو بنسموهم يعني الأقزام. قلنا مش هنحكوا عن جانب علمي وطبي لأن برنامجنا هو برنامج اجتماعي أكثر، فنحكوا عن المجتمع وتعاملهم وأيضا المصاعب اللي واجهوا فيها الأقزام في مجتمعاتنا. نرجع نرحب مرة تانية بالأستاذ سالم الشلوي، أكيد ممثل ومخرج ليبي. مرحبتين بك. مرحبتين بك. يعني خط مجال التمثيل وهذه مهمة جديدة وصعبة، لأن دائما الممثلين من الأقزام يتم إحنا نقول وضعهم في أدوار خاصة ومعينة، بس نبي نبدأ معك من البداية. لما أنت كنت تدرس وتبي تخش للتمثيل، شن كانت الصورة اللي تبي ترسمها لسالم في التمثيل؟ أنا طول أول ما درست في كل أنا كنت بدايتي في النشاط المدرسي، لساتي اختارني المخرج من مدينة المرجة عبد السيد آدم يمسيه بالخير، اختارني في شخصية جميلة أحببني في الفن، أعطاني شخصية سلطان، شفت في روحي إني سلطان حق. ومن بعدها فكرت إني نكمل دراستي ونخش لكلية الفنون. درست كلية الفنون وكانت في دكاترة كويسين من لبنان من العراق من سوريا درسوني، وكانوا يعطوا كنت في خلال دراستي تعلمت منهم أشياء جميلة، تعلمت منهم الأعمال الهادفة، الأعمال الشكل، الأعمال الواقعية الحقيقية. بدأت نطور معاهم الشغل كل مرة مشاهد شغل ناخد في شخصية، لو الشخصية مش لي معالجة درامية نخدم لها معالجة درامية، ناخد منها فيها مأسات ولا حاجة، لكن ناخد فيها شخصية، لكن مش شخص اي شخصيه ناخذها في عام نص ناخذها موجوده هي مش لي ونرسمها لي، يعني هذه تطلع تهريج وتطلع بالضبط. قلت روحي نخدم في شيء مكتوب لي وشيء لشخصيتي عادي نفسها. طيب لما تشوف زملاء ليك
وعندنا احنا في ليبيا يعني زملاء ليك من الاقزام يعني يقبلوا ادوار هزليه ويعني تستهزئ اكثر باشخاصهم، هل تدير في رده فعل او تحكي معاهم او انت تشوف كل حد حر؟ كان صديقي يعني علي بسافه، علي صديقي من 86، صديقي اكبر مني في السن هو لكن صديقي، ودائما تواجد معه كل ما نتلاقى معه الفنان علاوي يعني. علاوي نتلاقى معه ونكلم فيه شيء مستحيل، لان يعني كان يعني في برنامج هذا يا احترامي ليك ما هو برنامج فاشل، هذا مش بمادياته هي ولا في الفلوس ولا في شيء، هو كشخص انك برنامج سنسمى ربي وعجينا برنامج الكاميرا الخفية عفوا برنامج مسابقات عجينة يعني قد ما أفضل من قد ما هو كأني علي نفسه، لو هو نفسه علي فرد هو اللي قد ما مش يعني يقرقز بيا بالناس ويهرج بيا ويطلع فيه في شكل مش لايق أصلا مش لايق. يعني تقدر تقول إن برنامج بجوها في ليبيا أهان الأقزام في ليبيا، أهانة كبيرة أعطاش حقه كإنسان، انت تقدم في رساله، المفروض تقدم في رساله زيها في مسابقه تعطيه في شكل حلو، تقدمه يقدم عليه في شكل لايق، مش يقدمه في بشكل كوميديا مهرج. اهانه برنامج جو اهان. طيب حنحكوا على الموضوع هذا اكثر، نعرفوا ان هوليوود وايضا السينما والاعمال أوروبية مش بس الأمريكية عطت فرص جدا رائعة للأقزام في أدوار درامية وتفوقوا فيها ونالوا عليها العديد من الجوائز. لهذا خلونا نكتشفوا أنا وياك شخصيتين من مجموعة كبيرة قدروا يثبتوا وجودهم في هذا العالم، في عالم الدراما. بيتر دينكلج ممثل ومنتج أفلام أمريكية حاز على العديد من الجوائز، منها جائزة جولدن جلوب وجائزتي إيمي برايم تايم. منذ 2011 يلعب دينكلج دور تيريون لانستر في المسلسل الدرامي صراع العروش الذي تعرضه شبكة HBO، وقد حصله هذا الدور على جائزتي إيمي برايم تايم لأفضل ممثل درامي مساعد في سنة 2011. راويك ديفيز ممثل أفلام وممثل مسرحي من المملكة المتحدة، من أشهر الأقزام الذين شاركوا في أدوار سينمائية في آخر 30 عاماً، بدأها بسلسلة ستار وورز ثم The Lord of the Rings ثم هاري بوتر واللابيرانت وغيرها من الأفلام، وكان أكبر الأثر من هذه الأفلام هو مملكة الخواتم التي جعلت أدوار الخيال العلمي السينمائية تتهافت عليها. زي ما شفنا يعني هذو فقط شخصيتين في عالم التمثيل والسينما، وفي شخصيات أكثر وأكثر موجودة بالضبط. يعني ما بوش نحكوا على ليبيا بس، خلينا نحكوا على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليش ما فيش أدوار بارزة في الدراما لفئة الأقزام؟ ما فيش الشخصيات، هي تبي كتاب نفسها تكتب لهم للشخصية يعني. احنا ما قلة الكتاب ما فيش من يهتم بالشخصيات هي وعطى لهم جانب في الدراما العربية. لاحظ في مصر تلقى معظم الأعمال المصرية يستغلوا فيهم للتهريج للحذف للسخرية بهم ولا شيء، يعني كفنان هو كفنان ولا ككاتب ولا كمخرج انك تضيفه في عمل زي هذا، انت تقدم فيه رساله، رساله تكون هادفه في حق للمواطن، انت مش تجي انسان تقدم في رساله وتهرج بانسان شيء ثاني بعيد عليه يعني. ما عندناش حقوق يعني سبحان الله، ما عند هو حقوق الحياه حقوق الانسان ما فيش طيب يعني في بعض الممثلين من فئة الأقزام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقول لك لو أنا ما قبلتش بهذه الأدوار معناها ما عادش بنخدم. الأدوار نتكلموا مش الكوميديا العادية، نتكلموا اللي فيها استهزاء بهم أكثر، خصوصا حتى في مجال السيرك مش بس في يقول لك ما عادش يبدأ عندي شغل، يعني ما فيش أدوار ثانية. السيرك شيء يختلف عليه يختلف على الدراما. السيرك شيء رياضة وأجواء تختلف على أنك أنت تخدم في مسلسل ولا في عمل مسرحي. أنت في شيء في عمل مسلسل
تقدم رسالة إنك أنت بتعطي شيء. أنا يوم نخدم في عمل لازم نعرف العمل هو دراستي من الأول، من أول ما يستقبلني المخرج نعرف، لو نعرف 1% إنه هو تفكيره إنه في شيء من السخرية، من الحجم سخرية، ولا تفكيره بش يلعب عليه شكل جسمي، ننسحب طول ننسحب طول. والحمد لله درت تجارب كبيرة، تجارب مسرحية وراضي عليها يعني الحمد لله، مع مخرجين عرب ومخرجين ليبيين، واخرها عمل مع الاستاذ الكبير الفنان فتحي كحلول واستاذنا عبد الله الزروق الله يمسيه بالخير، اعطوني حقي في الاعمال المسرحيه، اعطوني حقي حق حق حقي. وللتوضيح اكثر يعني استاذ احمد ابراهيم اشتغلت معه تجارب حتى هي من عبد الاعمال خدمت يعني مسرحيه الحمد لله. كان ليك دور خاص في واحده من المسرحيات وكحكينا فيه ايضا تحت الهواء اللي هو الاحدب. الاحدب وكان دور يعني يعتبر دور ثقيل وله له مكانه في المسرحيه، فكيف كيف كيف, كيف تقمصت الدور هذا؟ اول ما كلمني استاذ عبد الله زروق، كلمني استاذ عبد الله زروق قال لي عادني في شخصيه ليك في عمل الكاتب بصيري عبد الله، هو هو اللي العمل اسمه القاتلات، كان الأحدب شخصية مميزة، دائما أحدب دائما مع النساء، دائما يزور النساء ويحتفل منها ويحب النساء وموجود النساء. أول ما جيت استاذ تلاقيت مع استاذ عبد الله طول العمل ما فكرت، استاذنا كبير استاذ يعرف يخدم مع الممثل كويس، جيت اشتغلت معه طول، وافقت له طول واشتغلت معه واخذنا به 4 جوائز العمل مهرجان وطني، وكنت راضي عليه وراضيين علي النقاد وراضيين علي كل اصدقائي الفنانين كلها راضية علي شغلي معه. وانا اكثر ما اول ما نشتغل لازم نكون نشوف رد فعل النقاد ونشوفه، الحمد لله مستريح وراضي عليه وكله يحبني ويعرفوني علاقتي بهم في الوسط كله يعرفوني انني صعب انك انت تخدم مع عادل في شغل التهريج هيك، يعرفوني جاد بيعرفوني علاقتي حتى في الوسط علاقتي بها كل علاقة حميمة وصحابي كله واحترموا فيا وعطي لي قدري الحمد لله. هل مريت بموقف في مثلا في الموافقة على واحد من الأدوار وخلال تصوير يعني أو خلال المسرحية انسحبت؟ صار لي موقف صار لي موقف في عمل ومع واحد صديق، هو مع واحد صديق بديت معاه، لكن عمت وصلنا لنرسمه في الحركة لقيت روحي لقيت أنه يفكر في تفكير ثاني، يلعب بشكلي أكثر من يلعب بالشخصية نفسها، انسحبت طول سلمت للنص وانسحبت طول. بالنسبة ليك المقابل المادي هو لا يعني شيء؟ لا يعني شيء يعني في العمل وخاصة في المسرح، يعني عمري في حياتي في المسرح ندفع من جيبي يعني الأعمال المسرحية كلها اللي نشارك فيها ندفع من جيبي. طيب حنمشوا نشوفوا رأي الشارع حول ليش في نظرة بين قوسين نوع من أنواع الاستهزاء، مش بس بالأقزام أيضا بقصار القامة في استهزاء بهم وخاصة في الأمثال الشعبية اللي عندنا وبعض الأمثال الشعبية. خلينا بالضبط خلينا نشوف رأي الناس حول هذا الموضوع وبعدها نرجع نحكي أكثر. نظرة استهزائية نهائيا ونشوفها حاجة طبيعية يعني عادي، بالعكس ميزة إيجابية بالنسبة لي أنا من قصر القائمة. مفروض هذه ما تكونش هذه النظرة السيئة جدا، لأن هذا خلق الله سبحانه وتعالى، وربما يكون قصارى القوام يعني هم أفضل الناس على الأرض. للأسف الشديد طبعا هذه ثقافة، وثقافة عندما لا يعني تزرع بطريقة خاطئة جدا وطريقة استهزائية فهذا لعمري يعني شيء غير مقبول على الإطلاق. ومن وجهة نظري يجب علينا أن نربي النشأ متاعنا ونغرس فيهم منذ البداية يعني هذه الأخلاق الحميدة التي يجب أن نحترم كل إنسان مهما كان شكله. والله ما يعني بالنسبة لي يعني ما نشوفش أن ليهم نظرة، معناها نظرتهم عادية جدا وأسوياء زينا زيهم يعني في الـ في الـ في المعيشة وفي الـ وفي المجتمع، وضعهم يعني عادي جدا ومندمجين في الحياة العملية عادي جدا يعني. بالعكس ليش ما فيش نظرة استهزائية، بالعكس هم ناس طبيعيين جدا
زي بديت البشر يعني، ليش نستهزئ بهم؟ ليهم مكانة في المجتمع يعني بتعبير أفضل. والله هذه طبعا ممكن لها عدة عوامل، يعني ممكن لأن في اللي يشوف أنه هو القصير مثلا موش كفو، في اللي يشوف فيه أنه هو مثلا في أشياء ما يقدرش يقوم بها، في أشياء في اللي ممكن يشوف فيه أنه هو إنسان مثلا ينظر له نظرة استهزائية، ممكن حتى من ناحية اللبس متاعه ومن ناحية الأمور هذه. لكن عامة مفترض يعني يكون أن ما ننظروش للشكل وما ننظروش للإنسان من شكله أو من طوله أو من حجمه أو مثلا هو يكون قصير أو طويل أو كذا، ننظروا لشنو هو أصلا هو الإنسان، ما نحكموش على الإنسان أو ما نشوفه خاش علي مثلا زي مثلا في أي برنامج أو كذا نحكم عليه إذا إنسان كويس أو مش كويس في الطول أو الحجم أو الشكل، فما هوش مقياس نقيم به الإنسان بشكل أساسي يعني. ديما في ديلاما نقوله نحترم رأي الشارع، كل آراء أكيد على عيننا وعلى رأسنا، ولكن للأسف يعني في إحنا شوية إحنا في ليبيا لما نجو نحكو عن موضوع حتى على الكاميرا أو حتى تصريح معين نحكو بالمثالية شوية، ونادرا ما نحكو عن حقيقة نمر بها في حياتنا. يعني الاستهزاء زي ما قلنا بقصار القامة بشكل عام متغلغل في أمثالنا الشعبية، ومتغلغل حتى في الزواج وفي الخطبة، يقول له فلان قصير هلبة، فلان قصيرة هلبة، بعدين نحكو احنا نقول مجتمع مثالي، مجتمع متدين وما إلى ذلك. ففي رأيك ليش عندنا الازدواجية في مجتمعنا هذه؟ عقلية المشكلة، الجهل راهي مشكلة، جهل وناس، وكل واحد وعقليته بتفكيره. الحق في ناس يعني توا علاقتي مع أصدقائي مع عائلاتهم، أنا مع في الفنانين علاقة يعرفوني، يعني علاقتي إني يعني جاد ويعرفوني، ما مستحيل إن يقدر هو يستفزني ولا يقدر يقول. ومرات فيها ألفاظ تنقال يعني نسمع فيها زي قريب المطار أقربهم للأرض للأسف يعني. كل مصطلح ويقول لك الطول هيبة والقصر خيبة أو العكس، مش عارف يعني. هم حتى الطوال هلبة للأسف يعني، زمان أنا في المدرسة نقول لك الطوال هلبة ديما يقولوا لها خايب هم إحنا مش مخلين حد الطويل والقصير والضعيف والسمين، اليوم كلهم خشين في القص. بس الإيجابي من الموضوع ممكن أنت حالة خاصة، أنت من الأشخاص اللي أنا يعني حكيت معهم حتى تحت الهواء، ممكن ثقة بالنفس عندك عالية جدا على عكس هالبناس تانية يعني. الحمد لله، لا أنا مؤمن بربي، مؤمن بالله، مؤمن بشيء هو أنا هذا شيء أنا نشوف فيه جميل، نشوف فيه حاجة حلوة، إنه شيء جميل، ربي جميل وأحب الجمال، وهذا جاي من شيء خلقه هو، ما في شيء خلقه لأنه مش جميل. ربي هيك نشوف فيه يعني هيك يشوف فيه جميل، وإني راضي به، جوي حلو ومستريح به وجسمي حلو ومداير به علاقة، وعمري شعرت به، وندهور ونطلع ونسافر ونمشي علاقتي بها جايكم توا بروحي يعني جايكم هذه مترابس بروحي، عارف روحي واثق في نفسي ونمشي ونطلع وما نشوف لي حد، يعني نشوف لي ربي ونشوف لنفسي وندير ورد على ناس باحترامه ونستقبل في ناس باحترامه عادي، ما عنديش اي مشكله معي. طيب سالم او عادل، يعني الاطفال حاله خاصه، الاطفال مازال مش واعيين على شن يعني شن معنى قزم وشن معنى الأقزام والقزامة وبالأنواع الطبية، فمرات يتعاملوا معاكم كأنكم أطفال معاهم، فأنت شو ردة فعلك مع الأطفال؟ نحبهم هلبة نحبهم، نستقبل فيهم هلبة برحب صدر، أحبوب عندهم، كل نتعامل بهم معاملة زي بنتي، نتعامل معهم ملائكة هيك، ملائكة روح حتى ينشبني برحب صدر نحبه. يعني الأطفال حالة خاصة شوية. إيه حبك أنا عارفة بنفسي، حتى يسأل فيه أنت خيرك هيك. إيه. نقول له ربي خلقني هيك، خلقك أنت هيك يعني خلقني هيك، نجاو فيهم ما نشعرش بجعاز منهم ولا حاجة. أنا مرات في لحظات حتى من والديهم هم نفسهم يشدوا في أولادهم تفوفي شوفي شوفي شوفي. عادي نستقبل فيها برحب شوفني عادي ونسلم عليهم بوسة. عادي نشوف فيها حاجة يعني في الأخير هم ملائكة يعني ملائكة ما عندهاش ذنب، هذا مظبوط ذنب والدين اللي علمه، لأنك أنت تربيه عيل متاعك تربيه على أس الصح، لازم تربيه على هذا الصح، على الصح والغلط، توريه على الخير وعلى الشر. هذا الشيء على سيرة علاقتك بالأطفال،
حكيت مرة يعني قلت إن خاطرك تقدم حاجة للأطفال أو قصة وراء هذا الموضوع. أنا أحب نخدم للطفل هيك يعني، أمنيتي نحس من يكتب للطفل ونخدم للطفل هيك يعني، نشوف فيه لأن مقصرين معاه إحنا الطفل في ليبيا، نحب نخدم للصغار ونخدم بقلب كوميدي للصغار ونحببهم ونعرفه بإنني إنسان ونحببهم في يعني في هالناس هي. وعجبتني قصة جميلة يعني، قصة قصة لها تأثير لي يعني حقك. بس نتمنى من يكتب يسمح لنا الكاتب هو وياخذ ونعطيها للمعد سيناريستي يكتبها حنخرجها. هل في بالك حد من الكتاب او السيناريست الليبيين ممكن يتبنوا هذه القصه؟ يعني احمد ابراهيم نوجه له تحيه طبعا. يعني نوجه له تحيه، اخوي هذاي اخوي صديقي اللي سامحه اخي حتى في العائله اخي مش يعني صحبه بيني وبينها من 86 صحبه يعني عشرة عمر بيننا وبين عائلتنا وصحبه هالبقى. انا عندي 5 اصدقاء رفقاتي من 86 رفقاتي وكلهم فنانين راقيين، فنان جمال الشريف من بنغازي، عادل فيتوري من بنغازي، عازف سكسفون خطير سمير كتوع من بنغازي، عندي اللاعب الاهلي سابقا هشام شبعان من اعم اصدقائي من هادو مر واحمد ابراهيم هادو اكثر ناس عزوا عليك هلبا، اقرب ناس لي يعني لقلبي هيك واقرب ناس لبيتي حتى في بيتي وفي بيوتهم يعني اكثر بعائلاتهم يستقبلوا فيا يستقبلوا فيا ببيوتهم يستقبلوا بيتي واقرب ناس لي ما دائما ما نتفارقوش حتى في بعض المسافه لكن موجودين دائما. وانا نوجه لهم تحيه بشكل شخصي يعني وربي ان شاء الله يحفظكم لبعضكم. عندي القصه هي القصه هي اسمها جميله، مجموعه قصصيه للكاتب من بنغازي الكاتب سالم لوجلي. هذه اجمل قصه للطفل حبيتها يعني اتمناها اني نخرجها للاطفال. أتمنى أن الكاتب يوفق لي. أكيد أتمنى حد يتواصل معك بشكل شخصي وأنا متأكد حيكون العمل جدا رائع إن شاء الله يا رب. طيب خلينا أنا وياك نأخذ فاصل قصير وبعد الفاصل حنتوجه إلى أتفق ولا أتفق أو لا أتفق وبعدها نعرف تفاصيل الحلقة كاملة من خلال فقرة هذه. مرة جديدة في ديلاما، دائما ناخذكم في الفقرة الأخيرة إلى أتفق ولا أتفق. هذا الكلام اللي نقول في الفقرة هذه مش كلام الإعداد أو كلامي أنا أو كلام فريق العمل، هو كلام الناس نسمع فيه أو أحيانا أصحاب القضية يقولوا في الجمل هذه. نشوف ضيفي اليوم سالم هل يتفق معهم أو ما يتفقش. فاهمين إحنا الطريقة كيف صح؟ أمورنا واضحة. نبدأ بأول جملة يقول غالبا ما يتم معاملة الأقزام كمعاملة الأطفال. تتفق؟ يعني لا إلى هذه اللحظة مازال بعض الناس يعاملوا فيك بهذه الطريقة؟ لا مش لي يعني، يعني ما شفتهاش إلا مرة لغيري، لكن يعني ما مرتهاش إلا في المسجد. يسحبني يصدف واحد يسحبني من طابور من امام يحسب اقعد مع التالي توقعني واحد من الصغار. صار لك الموقف هذا؟ صار لي موقف هذا. شو ردة فعلك لما هذه نقبلها براحه بتصدر؟ هذا بيت الله، هذا نحن اللحظه هذيك لحظه ربي، احنا بيني وبين ربي مش لحظه بيني وبين العبد. انت هو مش من حقه، هو المفروض حتى ما تكرهش، المفروض حتى لو عيل ما تكرهش في انك انت في بيت الله تسحبه، لأن هذا شيء عبادة، شيء أنت بينك وبين ربي اللحظة هذيك، ما بينك وبين الله، مش من حقك أنت تسحبه. يعني أنا أحد فيها مرتين صارت لي، جبدني وبعث لي نطلع يجيني يتأسف. أنت تسوق في السيارة صح؟ نعرف نسوق. إيه بس في العادة ما تسوقش. إيه لكن نعرف نسوق، ناخذ من أصدقائي في السيارات ونطلع نسوق نعرف. حاجة مستحيل في الإنسان يتوقعها أن عندي ما تندارش نديرها حاجة ونتقنها. عادوا الجمباز وركوب الخيل. تعبت خيل الله يذكرهم الخير علي العربي صاحبي صديقي، هو وصلاح خويلدي دراميستا عندهم مدرسة خيل، علموني الفروسية، تعبت معاهم هلبا
لعبت مع دربت مع ابراهيم قرواش زنباز الله يرحمه ابراهيم دربني زنباز ولعبت زنباز كويس حاجه اللي صعبه اني يعني نعرفها ان انا نبدا فيها لازم نكون نبدا فيها. طيب خلينا نمشي جمله جديده يقولوا بعض الاقزام يقولوا وحتى بعض الاشخاص ذوي الاعاقه يقولوا احيانا كثيره تمنيت انني لم اكن قزما بسبب نظره المجتمع. لا لا تتفق. لا عمرك ما تمنيت حتى في فتره المراهقه مثلا؟ لا لا هذه شيء ربى شيء جميل يعني ياسر خلاني عندي جميع اصدقاء من كل هذه في ليبيا من جميع مناطق ليبيا عندي اصدقاء ولي قدر معاهم شو ناقصني شن ثانيه هذا شيء ربي يعني الحمد لله الحمد لله راضي بنفسي. وملاحظه هذه الجمله تنطبق على الجميع يعني في حتى الناس مثلا اللي نحن نقولوا مش ما عندهمش فلوس او من فئه الفقراء غالبا ما يتمنى يقول يا ريتني مت ولا جيت فقير بعض الناس هذه تجي لي اي شخص في بس انت من الاشخاص اللي لا كنت دائما لا لا نعتز بنفسي ونعتز بشيء هو والحمد لله جميل يعطيك الصحه بصراحه. نمشوا الى جمله جديده يقولوها الناس يعتقد الكثيرون ان الاقزام غير قادرون على الزواج. لا ما اتفقش علاش ما يتزوج انسان حتى هو لكن المجتمع ما تشوفش ان مرات عندهم نظره يقول لك لا هذا ممكن ما يقدرش يتزوج المجتمع ما نتكلمش على الاقزام نفسهم لان طبيا نعرفوا انه امر عادي وطبيعي جدا. الحمد لله عندي بنيه عمرها 9 سنين الترتيب الثاني توا في لغه التافينال كاتبه واخده على مستوى امازيغ ليبيا والحمد لله الحمد لله وين عيب ما فيش عيب ما جميل جدا واعتقد ان هذه رساله لكل الناس. نمشوا الى جمله جديده المخرجون والمنتجون هم السبب في وضع الاقزام في قالب السخريه. صح ولكن ما تشوفش انها ايضا مش اي مخرج المخرج الفاشل المخرج الفاشل المخرج اللي ما عندهاش رساله يقدمها للمناء ويفكر في الماديات اكثر من انه يفكر في رساله للعمل يفكر فيها ماديا اكثر من انه يجيب ويسخر بهم لكن مع الجاد مستحيل انا خدمت تجربتي مع مخرجين وكلها تعطي فيه احترام ويعطي حقي ولا بنمسي عليهم اني الحق اصدقائي وحبوني هلبني استاذ فتحي كحلول احمد ابراهيم عبد الله الزروق البروفيسور طلال درجاني من لبنان المخرج العراقي كريم جمعه المخرج العراقي فارس الماشطة في المغرب اشتغلت معهم كل ناخذ شخصيه رئيسيه وناخذ في بطوله ناخذ ما ناخذش في شخصيه انا يعني خذيت حتى دائما في اعمالي ناخذ في شخصيه رئيسيه ناخذ في شخصيه رئيسيه مكتوبه لي ونخدم فيها بحق ونعطي فيها حقها والحمد لله وكلها راضيه علي وهي يعني اكيد موضوع يعني على الطرفين على المخرجين والمنتجين وايضا على الاقزام في قبولهم لهذه الادوار في عقلانيه استغلالهم للتهريج عامل مرات عامل مادي يقول لك انا هنا نشتغل مع عامل مادي يبي ينعرف عليه يدير شعبيه بالجو هذا ولكن هو مش لصالحه مش لصالحه نشوفها هيك زي علي تو عرفوك عليه في عامل عجين لكن انت بشكل مش شكل محترم وشكل انسان مظبوط انسان أيه. هو علي كان في لون في يوم من الايام كان رمز من رموز طرابلس شكل مش شكل في طرابلس جميل كان يعني هذا السؤال اللي حنمشي بعده لان حكينا على المسلسلات والافلام او الدراما بشكل عام نمشي لموضوع البرامج التهريج بالاقزام في البرامج الليبيه اهانه يجب محاسبه المسؤولين عنها صحيح يعني مثلا فكرت ان مثلا تقدم قضيه اتجاه بعض البرامج اللي اهانت الاقزام او تشوف انه مش من حقك هو مش مرات يجي يقول لك انا يجي يقول لك انا راضي على نفسي لكن هو خل راضي على نفسه انه يوصل لنفسه انه يشتغل شغله هو معناه راضي حتى لو تكلم بيحرجك مرات يقول لك انا راضي على نفسي راضي يعني ياسر نمشي عليه وعليه 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 هي مش هي عليه
طبعا وجهوا له تحيه. الله هو صديقي وحبيبي ريرا جميل وصاحبي ريرا من 86 صحابا يعني. اكيد. نمشوا الى اخر جمله. نجاح حياه الاقزام يعتمد على الاسره اكثر من المجتمع والبيئه المحيطه. يعتمد على البدايه هو من الاسره. يعني هل تتفق ان الاسره هي المسؤول الاول على نجاح حياتك؟ النجاح الاسره لازم تكون المسؤوله الاولى انك توصل لشيء تشجيعهم ليك ويوصلوك ويوفروا لك الامكانيات انك انت تنجح وينحوك الشعور يبعد منك الشعور ان القصر هي هذه بدايتها الاسره. وثاني حاجه اصدقائك المقربين لي. والدتك كيف علاقتك بها؟ كل شيء يعني. أمي كل شيء والله ربي يشفيها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يعني شن ديما الحديث اللي يدور بينك وبينها والحاجات اللي ديما تحكوا فيها؟ أمي تحبني وتحب أصحابي. تحب أصحابي هلبا وتحب من أصحابي اللي يجوني. أمي كل شيء. شو خطك تقول لها اليوم؟ ربي يشفيها بس الله يسامح. ربي يحفظها لك إن شاء الله. جميل. طبعا وصلنا لنهاية فقرة أتفق ولا أتفق وحاولنا قدر الإمكان يعني نلخص الحلقة بالكامل. طبعا أنا والدتك بشكل شخصي نوجه لها تحية ونقولها ربي يحفظك ويطول في عمرها بإذن الله. لأن شخصيتك اليوم في البرنامج كان دليل واضح على شن قدموا لنا والدك والله يرحمه والدتك. قدموا لنا جدا يعني مثال حقيقي للشخص اللي واثق من نفسه وعارف شو هو شنو بيدير في هذه الحياة ومش هامة نظرة المجتمع اللي لا تقدم ولا توقف. متأخر الحمد لله. الحمد لله. شكرا لكم. سعيد اني مازال ما كملناش والله. والله سعيد اني موجود معكم وعلى حلقة جميلة والله. والله بجديات حلقة من أجمل الحلقات وتمنيتها من قبل ولأول مرة نوقف قدام كاميرا. سعيد اني موجودي معك محمد. الله يخليك. عاد ما زلنا مكملين جزء بسيط قصير وبعدها نحكوا عن حاجه جدا مهمه. نبوا نحكوا للناس بشكل توضيحي ما هي القزامه، لان احنا قلنا حكينا بشكل عام اجتماعيا ولكن ممكن من ناحيه علميه وطبيه وايضا حتى نفسيه ما حكيناش فيها، فحبينا نختصروه في هذا الفيديو التوضيحي. الاقزام أشخاص ولدوا يعانون من قصر شديد في القامة نتيجة لبعض الجينات الوراثية. إصابة الأطفال بالتقزم يرجع للعديد من المشاكل العضوية كوجود خلل في الغدد والهرمونات والمنظومات الجينية في الجسم. المصابين بالتقزم يكونون أكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية في القلب والكلى والعظام، وأغلبهم يحتاج للعلاج. أغلب الأشخاص لديهم أوهام وتصورات خاطئة عن الأقزام، فقد يعتقد البعض أن الأقزام لديهم قدرات عقلية محدودة أو اضطرابات نفسية أو شخصية، والبعض يعتبر الحكم على النمو بالطول بدلاً من السن. القزم في مجتمعنا عادة ما يضطر لمغادرة مقاعد الدراسة مبكراً بسبب نظرات الاستهزاء والسخرية من زملائه، موضحاً أن هذه الأمية تصل بالقزم إلى الوقوع في جحيم البطالة بشتى أصنافها بسبب عدم العثور على فرص عمل تتيح له العيش الكريم. أساء العديد من المنتجون لصورة الأقزام من خلال المشاهد السينمائية والدرامية كمادة للسخرية والتهكم من أحجامهم الضئيلة وأجسادهم الضعيفة وقصر قامتهم. حبينا من خلال هذا الفيديو نوضحه أكثر من جانب زي ما قلنا الاجتماعي والنفسي وأيضا الطبي والعلمي وبعض التصورات الخاطئة. يعني تو نخش في آخر نهاية هذه الحلقة. أنت شو تتمنى بشكل شخصي في عملك وأيضا تتمنى بشكل شخصي لكل الأقزام اللي موجودين في العالم؟ أتمنى أول حاجة من الحكومة نفسها توفير للناس هي وسائل المواصلات، قروض لكل واحد اللي زي البنات الزوز توا قرض ليهم توفير ليصنعوا يخلقوا لنفسهم مشروع انتاجي يصنعوا لسيارات
يعني استيراد سيارات ملائمة. استيراد ملائمة عليهم، خدمة خاصة، شغل ليهم هم موفرين لهم شغل، أشياء بسيطة هي، ما أعتبر شيء لا شيء في الدولة أنت تكون دولة زي دولة ليبيا وفلوس ليبيا. هذا الشيء بصراحة نتمنه. طيب اليوم عادل أو سالم لمن حاب تقول شكرا؟ أكيد نعرف القائمة تطول، ولكن حابين أبرز الناس. أنت شكرت 5 أصدقاء ليك، أنت وشكرت والدتك، هل في ناس حاب تشكرها اليوم ممكن ساهمت في مشوارك الفني والثقافي وأيضا ساهمك في شخصيتك اليوم اللي شفناها؟ هل بأصدقاء عندي قصدك نظلموهم يعني؟ نظلموهم والله، لكن نعرف هيك قراب لي، فنان بدري كلباش، فنان علي الشول، فنان صلاح الأحمر، نتمنى في فنانين نتمنى نخدم معاهم الحق، نتمنى نخدم معاهم زي فنان ممثل خالد الفاضلي، زي استاذنا من درنا منصور سرقيوة، زي المخرج داود الحوتي، زي الفنان من المرج جمال زايد، هذا كنت نتمنى تجيني فرصة نتمنى نشتغل معاهم الحق، فنانين رائعين ومن الناس اللي نحبها أنا. ونشكر فتحي أستاذ فتحي كحلول، وقفت معي في العام الأخير، شكرا لي والله بجديات، إنسان رائع، إنسان فنان. وإحنا بصراحة بدورنا نشكركم. باي تفكرتني في الأخير. نشكرك أخوي محمد البال بال بال. قودة قودة قودة. قودة قودة. قودة قودة. أزل في الله خالي. أزل في الله متى الحليق. تصبي يا قودة، تصبي يا قودة. أنا نشكرك عادل وجودك معي اليوم، ونشكر كل الناس اللي وقفت معاك اللي حكينا معهم اليوم، وموفق في أعمالك الجاية، لأن حنشوفوك دائما أخبارك في العشية بإذن الله. بإذن الله بإذن الله يا رب يا رب. نشكرك أنت ونشكر قناة 218، وهذه ثاني زيارة لي، ونشكر أستاذ مجاهد بوسيفي على هديته الجميلة، مقية قاعدة في طرابلس هديته، نشكر استقبالها أبلة هدى، استقبالها لي الحار اللي استقبلتني به في الرحلة الأولى، إنسانة رائعة. ونشكر الجنود المجهولة اللي وراء الكاميرات هذو في وصل الصورة للمشاهد الليبي العربي ولا مزيغي وأزل في اللون. شكرا لك. طبعا زي ما شفتوا في حلقة اليوم استخدمت اسم سالم وعادل أكثر من مرة، هذا مش خطأ، لأن أكيد اسمه سالم الشلوي ولكن معروف بعادل، فحبينا اليوم نذكروا الاسمين باش الناس تكون عارفة مع من نحكوا أكثر وأكثر. ديما نقولوا نظرة المجتمع صعب تتغير، وفي برنامج ديلاما احنا مش جايين باش نغير نظرة المجتمع، ولكن جايين باش نخلوا الناس بس تفكر. تصبحوا على خير.